هي مظاهرة أو وقفة أمام السفارة الأمريكية، وقفة متواصلة منذ أسابيع متعددة دعما للشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة وأيضا تنديدا بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني. هذه الوقفة أصر القائمون عليها على مواصلتها وأعطائها زخما جديدا بمرور الأسابيع. سنتحدث مع أحد المشاركين في هذه الوقفة وهو يحيى محمد، ناشط بالمجتمع المدني. يحيى، قبل أن نتحدث عن الوضع العسكري والسياسي، القائمون على وأنتم من بينهم أرادوا اليوم إيصال رسالة إلى العالم ومن أمام السفارة الأمريكية من خلال هؤلاء الأطفال الذين يلبسون الزي العسكري ويحملون العلم الفلسطيني ويحملون صور لرموز المقاومة الفلسطينية. بكل تأكيد عدة قوى في العالم أرادت أن تغيب هذا الجيل الجديد، ولكن من خلال ما تفعله المقاومة اليوم يبدو أن مخططاتها فشلت. نحن بالطبيعة هذه الوقفة عدد 17 اللي تقوم بها الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، اليوم حبينا تكون هذه الوقفة هي صرخة جديدة ضد العدوان وضد الإجرام الصهيوني والأمريكي على أمتنا وعلى شعبنا في فلسطين. نحن من خلال هذه يعني المجسم والمسرحية للأطفال نريد أن نجسد الحركة والجرائم التي تقوم بها الكيان الصهيوني. هؤلاء الأطفال ومسنين هؤلاء هذا المجسم والأطفال القتلى والشيوخ والشيب والشباب، هذه الجرائم التي لم تحرك ساكن لهذا العالم الذي يتشدق بالحرية ويتشدق بحقوق الإنسان. نحن من خلال هذه الوقفة ومن أمام السفارة الأمريكية نريد أن نقول من خلال هذه المسرحية المجسمة، نريد أن نقول لأمريكا، نريد أن نقول لإسرائيل، نريد أن نقول أيضا لأوروبا، نريد أن نقول للغرب الذي يقول أننا مع الحرية ومع الديمقراطية ومع حقوق الإنسان، نريد نقول له أنك يعني مجرم وأنك تقوم بالوقوف مع الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال ويقتل الشيوخ ويدمر الحجر ويدمر الشجر. ونحن من خلال هذه الوقفة نريد أن نقول لأمريكا لابد لك أن ترحلي من أمتنا ولابد لك أن ترحلي من كل أوطاننا، ونحن بالمقاومة وبالمقاومة الفلسطينية هذا الكيان إلى زوال إن شاء الله.